حلا كاين 20 بكية تما 20 100 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 30 ايترو في 20 ايترو صافي اخويا لا صافي هذيك داز يلا اوف عايش عندك شهرب عندني والله هيك انا ترانسبورتر ديالنا احسن ترانسبورتر في الجديده احسن فيديو طوب شكرا لك ها لا صعب قال لك راه 120 هنا الاخر انا ما عطيتيش الفاكتور من الديبو ولكن جا حتى الاخر ناضي حتى هو قال لي راه كانت 120 قال لي راه غتكون مخلصه 120 داك الشيء قال لي الفاكتور لقى هي اللي مخلص حتى الاخر تبارك الله ناري ناري روبو ناري 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 خاصك تكون ضامن نفسك شنو تاعك؟
خدمة إن شاء الله. ميرسي بو ميرسي. لحظة دي حمدة حمدة كانت طالب بعد قادة شكرا لكم سيدة. بعد لحظة ما تكون حدا جد أمين. لندخل. مبنى سيدة لطول. ندي أبلي بعد الفيلم يا شكو مايك. كيف هو بيها تكون مايك. دابة شوية بحالي ونفسي. وأيوه. مدام في اللي ظلمات ترى رايح. شكرا لكم شكرا لكم زي مثل لكم. خليكم على مستمعي الكلام في حدا جديد حلقة جديدة. خير الله عزيز. الجمعيه ديال الفكره راه من الخوفين لا راه الجمعيه راه جمعيه ديال جمعيه فكره نعاونوا ان شاء الله نديروا لكم زياره ان شاء الله ان شاء الله. واحد الطالب اللي كيجي وعلى اساس انه كيتحط ان بروغرام وهذا باش ما يوقعش لك مشاكل في الاورغانيزاسيون اييه كتعطي لكل واحد لو طون ديالو هادشي راه باين هادشي راه باين تبارك الله. لا شوف حاجه متشبهه باش بروفيسيونيل شريف الحاجه مجدو الشباب انت كريم هو بيجو صرا ريالي ما شاء الله ريالي راه من الناس حكام ديال البولي بول راه ماشي راه كره الطائره راه خدموا فيها هاد الوليدات هادو باش سميتو ما شاء الله الله يعطيك الصحه والله زعما قاسم انا اللي شفت هنا انا اللي شفت هنا فرحت انا والله ما عرفت بلي هو المدير قسم لك والله ودي سيدي هذا هو دابا في التليفون والله ما عرفت والله حنا صديق ديالنا وهاتونجي حتى ولد بلادو كويري وكويري فوتبول تاعو وهرس والله بدوس بالله والله يعطيك الصحة الدراري صاحب الدردوني صاحب عقران محمد كلهم يوميا كلهم يوميا كريم كلهم 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 حسن قاطوزو قاطوزو والله يعرفون مين اللي كيفاهموا جمعية الأعمال الاجتماعية دار المسنين باسم الخاص كرئيس الجمعية ونيابة عن سائر أعضاء الجمعية والموظفين والعمال والنزلاء يشرفني أن أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء ورئيس جمعية فكرة على هاد الالتفاتة النبيلة وعلى هاد الشعور النبيل الذي يحسون به تجاه هذه الشريحة من الناس اللي كيعيشوا في هذه المؤسسة وأبوا إلا أن يقدموا هذه المساعدة القيمة التي
تدخلوا في إطار المساعدات التي تتوصل بها المؤسسة من حين إلى آخر من جمعيات وأفراد. هذه المساعدات التي تتوصل بها المؤسسة من جمعيات ومن أفراد ومن شخصيات، هذه المساعدات التي تدخل في التسير الذي يساعد الجمعية على تقديم الخدمات المختلفة لهؤلاء الناس. راه حنا شنا كما قلت الاخ، راه شنا ما شاء الله داكشي زوين، داكشي بروفيسيونيل، داكشي اوروبي، داكشي واخا انسان يعاود لك عليه يقول لك زوين ملي غتجي غادي داكشي غادي فهمتي كيفاش كاين سال سبور، كيفاش كل شومبر فيها التلفازه ديالها ما شاء الله، وكيفاش الكوزين كيفاش نقي، كيفاش داكشي ما شاء الله عليكم، والله يعطيكم الصحه. كما اتقدم بالشكر الجزيل الى جميع الاخوه اللي حضروا الان واللي قدموا هذه الكمية من المساعدات، وخاصة إلياس 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 ومن معه أخ محمود سمير، أخ محمود عزيز، أخ طوبو والعيشة ديالي. إذن فأتمنى لهم التوفيق، وأتمنى لجمعيتهم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أن يسيروا على هذا المنوال إن شاء الله، لأن هذا فيه أجر. والله الا شرف لينا، والله الا شرف. واحد النقطه كما قال قبيله الياس لسعاده المدير، حنا ان شاء الله باذن الله ضروري في الزهر كل شهر غادي نجيو عندكم مرحبا، باش ما بغات تكون هي واخا نجيو غنشوفوكم هي بالقليل يا الكثير، واخا نجيو غنبركو معاكم غنصيقو معاكم كاع، غنصيقو معاكم حنا غنشوفو الناس ونشوفو نتوما العالم. اذا ونحن كجمعيه ايضا فاننا نؤكد لهؤلاء الاشخاص شكرا الذين حضروا الآن أن الباب مفتوح للزيارة كلما أرادوا، وأن الباب مفتوح ليعيشوا معنا في هذه المؤسسة ويعيشوا مع هؤلاء النزلاء، لأنهم بمثابة الآباء والأجداد، وهذا من شيم ديننا الحنيف، لأن الله تبارك وتعالى وصانا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا. إذن فشكرا أخيرا وجزاكم الله خيرا وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.